لو الحكاية فيها إن فيتو. إذا عدنا إلى فرنسا والسؤال حول فرنسا، يعني مارين لوبين وحزب الجبهة أو حزب اليمين، حزبها الذي يمثل اليمين المتطرف، يصعد وثقله يزداد منذ فترة ليست بالقصير. وفي آخر انتخابات محلية جرت، حصل الحزب لأول مرة في تاريخ الحياة السياسية الفرنسية على ما يقرب من ربع أو ربما يزيد قليلا على ربع عدد الناخبين، وهذا معناه أن الحزب له قواعد جماهيرية حقيقية. استطاعت مارين لوبين، وهي التي طردت أباها من رئاسة الحزب ومن قيادة الحزب، أن يعني تصحح مسار الحركة بحيث تتمكن من مخاطبة مجموعات جديدة من الناخبين، وأن تستغل مشكلة الهجرة ومشكلة البطالة ومشكلة ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع اليورو نسبيا، أن تستغل هذا لتحقيق تقدم انتخابي أو لتحقيق مكاسب سياسية حقيقية. أنا أعتقد أن مارين لوبين إذا استطاعت أن تحسم الانتخابات في يوم الأحد القادم، ولا أدري إذا كان هذا الحديث سينشر قبل يوم الأحد أم لا، كان يفترض أن نؤجله إلى ما بعد يوم الأحد، لكن سيكون هذا تطور خطير جدا، ليس فقط بالنسبة لفرنسا وإنما أيضا بالنسبة لأوروبا، لأنه يعني كل المؤشرات تستبعد وصول لوبين حتى هذه اللحظة، لأنه الشعب الفرنسي لديه قدر من النضج السياسي، ورغم الانقسامات الحادة بين اليمين واليسار داخل فرنسا، ورغم أن الانتخابات الأخيرة أظهرت أن الأحزاب التقليدية سواء في اليمين أو في اليسار تضاءل وزنها، بدليل وصول ماكرون وهو لا ينتمي إلى أي حزب من الأحزاب التقليدية، هو أيضا خارج إطار المؤسسات الرسمية التقليدية في فرنسا. هذا يدل على أن هناك تغير كبير يحدث في واقع الحياة السياسية في أوروبا. لا خليني بس أكمل الفكرة دي علشان أقول أنه وصول، يعني الأرجح ألا تصل لوبين، وإذا وصلت إلى السلطة أن تفوز في الانتخابات، وإذا وصلت ستفوز بأغلبية ضئيلة جدا جدا، لكن الفوز سيكون معناه احتمال خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي، وإذا خرجت فرنسا من الاتحاد الأوروبي سينهار الاتحاد الأوروبي كليا، وإذا انهار الاتحاد الأوروبي ستعود أوروبا إلى صراعاتها القديمة في ظل وجود روسيا أشبه بروسيا القيصرية. وصحيح أنها ليست الاتحاد السوفيتي وليست روسيا الأيديولوجية، لكن سيكون هذا نهاية عهد الاستقرار في أوروبا. منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أوروبا تتمتع باستقرار كبير، وأحد أهم عوامل هذا الاستقرار هو ظهور يعني جذور الاتحاد الأوروبي، ثم وصول يعني بإنشاء الجماعة الأوروبية للفحم والصلب، ثم السوق الأوروبية المشتركة، وانتهاء بالاتحاد الأوروبي. يعني كانت هناك مؤسسات تجمع الدول الأوروبية الغربية، ثم انتقلت من تجميع الدول الأوروبية الغربية إلى تجميع الدول الأوروبية كلها بشكل عام، وكان هذا أحد عوامل الاستقرار الأساسية في أوروبا. الآن إذا انفرط عقد الاتحاد الأوروبي لا نعرف إلى أين ستتجه أوروبا، وما إذا كانت ستعود إلى دورة الصراعات التقليدية التي ميزت تاريخ أوروبا كله، وأدت إلى ظهور هتلر ومن قبله يعني
في إيطاليا الفاشية الإيطالية إلى آخره. يعني نحن نشهد ليس فقط انهيار نظام القطب الواحد على الصعيد العالمي، ولكن نشهد تحولات ضخمة وجذرية في شكل نظم الحكم الغربية، وهذا قد يفتح الباب أمام احتمالات خطيرة جدا. لكن هو قد يضع العالم في مفترق طرق، وعندما يجد العالم نفسه ربما على حافة الهوية قد يتنبه إلى أن الأوان قد آن للبدء في إنشاء في ترميم المؤسسات العالمية وإنشاء ما يشبه الحكومة العالمية التي تتواكب مع فكرة العولمة، مع ضرورة أنسنة العولمة وليس العولمة المتوحشة التي نشاهدها في عالم اليوم.